وللمزيد في هذا الشأن ينضم إلينا مباشرة من مدينة طنطا الزميل إبراهيم عزت مراسل أون لايف. ضعنا في صورة المشهد لديك إبراهيم وآخر تداعيات تفجير اليوم وتطورات حالة المصابين. نعم، تحياتي لك من هنا من مدينة طنطا. الجديد لدي هنا توجه منذ دقائق معدودة سيادة المستشار مصطفى درويش وهو رئيس مركز طنطا لتشريح جثمان الشهيد الذي سقط جراء هذا الحادث الإرهابي وهو أمين شرطة محمد فرج نوفل التابع لقوة مركز كفر الديات. حالة التشريح تقع الآن في هذه الأثناء على أن يتم استخراج الجثمان غدا في جنازة عسكرية بعد ظهر اليوم هنا في كفر الزيات. أما عن المستشفى الذي أحدثك فيها الآن تحديدا هنا من الاستقبال في مستشفى جامعة طنطا التعليمية، ما زالت تستقبل الإصابات المتواجدة في مستشفى الطوارئ كما ذكرت في فحوى الخبر والمستشفيات الأخرى. هناك حالتان اثنان خطيرتان هنا في هذه المستشفى وإصابتهما تحديدا في مباشرة في المخ، وتجرى الآن العمليات الجراحية لاستخراج الشظايا من المخ. وبالأسماء إذا تحدثنا أكثر هو أمين شرطة محمد فؤاد خطاب مهنا وأيضا هشام الجيار، هؤلاء الذين كانوا يخضعوا إلى دورة تدريبية جديدة بحكم أن مركز التدريب التابع للشرطة هنا في محافظة طنطا يعني يعقد دورات تدريبية بشكل يومي لقوات الأمن المتواجدة لرفع الروح القتالية. نعم. لديهم وتم تثبيت هذه الدرجة الصورة عندك. تفضل. أشكرك شكرا جزيلا مراسل أونلايف إبراهيم عزت على هذه التفاصيل. ومشاهدينا الكرام بعد الفاصل.